نعرف الفرق بقى بين الليزر حضرتك والليزك. اولا الليزر هو بوجه عام اللي هو الشعاع نفسه اللي انا بسلطه على القرنيه. تمام. الليزك هو عباره عن نحت القرنيه، نحت طبقه من القرنيه، يعني احداث جزء، بحيث ان انا بعمل كعدسه داخل القرنيه، بحيث ان هي اتغلب على قصر النظر او طول النظر او الاستجماتيزم اللي موجود عندي. يعني تمام. انا شغلي كله على القرنيه يبقى نفسها. اول نقطه حضرتك في الفرق ان انا دلوقتي في الليزر بسلط الشعاع على الطبقه الخارجيه من الطبقه القرنيه، الخارجيه اخد منها طبقه، طبقه بينما في الليزك هشيل شيل حضرتك طبقه، هتشيل طبقه بالاول بالمشرط حضرتك وتقلبها وبعد وتشيل كده سلط ايه الشعاع على على داخل داخل القرنيه القرنيه، وبعدين الحم القرنيه. القرنيه طيب بترجع ده تاني. هيؤدي لايه؟ ده يؤدي يعني الفرق هنا حضرتك، هل هنا يبقى الشفاء اسرع ولا هنا ولا يبقى في ايه؟ هو بص، من ناحية الشفاء او النتيجة بتبقى واحدة، بس الطرق الحديثة برضو بتديني مميزات كتيرة جدا، اللي هي مثلا احنا نتكلم عنها مثلا حاجة زي الفيمتوليزيك اللي هو ظهر حديث. الفيمتوليزيك ده ان انا ما بتدخلش بالكراتوم او الجهاز اللي انا بقطع بيه القرنية، لا، الفيمتوليزيك هو اللي بيقطع بنفسه. انا بحدد المسافات والمقاسات بتاعتي على اساس انه انا الدرجه اللي انا مديها للجهاز نفسه عشان تديني مقاسات معينه طيب ومقاسات مظبوطه. انا جاي لحضرتك، اتفضل. طيب هذا هو، اعمل لي حضرتك يا دكتور ليزك، انا خايف، هتديني مهدئ ولا لا؟ لا، هو حضرتك بص، يعني الموضوع ان انا بشرح لك الطريقه نظامها ايه بالظبط وهتستفيد درجه قد ايه يعني بدون مهدئ حضرتك او بدون مهدئ. وبدون مخدر؟ لا، هي العملية بسيطة وحاجة يعني مضمونة إن شاء الله. هناخد اتصال.